مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده والقاهره الان. هذه اخر حلقتنا قبل اجازه الصيف. كل سنه وانتم بخير وطيبين. هنكون في اجازه بعد عيد الاضحى المبارك لمده شهر، نعود بعدها في اول سبتمبر باذن الله. نتمنى اننا نكون في الموسم الاول لهذا البرنامج قد قدمنا ما يليق بالمشاهد العربي والمصري وما يليق بقناة الحدث. النهاردة في ساعتنا الإخبارية سنتابع زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة ولقائه مع رئيس السيسي ووزير الخارجية المصري، حيث كان التأكيد على تطابق المواقف بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا. أيضا سنتابع مفاوضات سد النهضة التي عادت على المستوى الفني وتحت الرعاية الإفريقية لتتأجل من جديد، حيث عبرت مصر والسودان عن قلقهما وتحفظهما تجاه التحرك الإثيوبي الأحادي بملء السد. الساعة الثانية للسوشيال ميديا أيضا هيكون عندنا أخبار كثيرة.